مساء الخير عليكم، يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هيكون معانا بوتاجاز فريش مدينة، من احد البوتاجازات العالية جدا في فريش ومن المنتجات الموفقة جدا في الشراء. ده شكله الخارجي من بره. زي ما احنا شايفين شكله يعني تحفة جدا، ومن الموديلات اللي شكلها فعلا شيك قوي في المطبخ. هنبتدي بالعيون. هو بينزل 5 عيون، ما فيش منه 4، بينزل 5. طبعا اللمسة في ان هم عملوا العيون بتاعته نحاس زي ما احنا شايفين. نحاس بالكامل، وبتنزل لوحة سباف ايطالي، ودي من احسن غرف الاحتراق اللي موجوده في السوق، من الشركات المتخصصه جدا في صنع غرف الاحتراق، فطبعا دي ميزه كويسه قوي فيه. وزي ما احنا شايفين هي كلها نحاس. طبعا البوتاجاز امان كامل، ده سنسور الامان، وده الاشعال الذاتي. تقسيم العيون ممتاز جدا، مفهوش أي مشكلة خالص، والمسافات واسعة. الحوامل بتنزل ظهر، ورسمة الحوامل يعني كويسة جدا، واسعة قوي، يعني ميدي حتى بروز هنا، بحيث لو عايز احط حاجة اكبر من حجم البوتاجاز ممكن اقدر استخدمها. مكانها ليه كده مكان قافل عليها كويس قوي بحيث ما تتهزش مني. هنيجي لشكل المفاتيح. دي شكل المفاتيح. المفاتيح مريحة جدا في الاستخدام. البوتاجاز ما فيهوش اشعال فرن وشوايه مع بعض، بينزل زي ما احنا شايفين 6 مفاتيح، 5 للشعلات وواحد للفرن والشوايه، يا بشغل الفرن يا بشغل الشوايه. وزي ما اتكلمنا في فيديوهات سابقه قبل كده ان ده من دواعي الامان والسلامه. هنيجي للشاشة التاتش. الشاشة كويسة جدا، التاتش بتاعها سهل جدا، مفيهوش أي مشاكل، لدرجة ما أنا بدوس بشتغل معايا مفيش أي مشاكل في التاتش بتاعها. هنيجي للفرن. ده شكل الفرن من جوه، بينزل معاه صينية دوارة. دي الإضاءة بتاعة الفرن. زي ما احنا شايفين الصينية بتبتدي تلف مع تشغيل الشواية. وهنا هنلاقي المروحة اشتغلت معايا. البوتاجاز مزود بمروحتين. هلاقي في حامل استانلس للأرفف، زي ما شايفين بينزل برف شبك ورف مجمع للتنقيط والخبز والصينية الدوارة. وهلاقي في الجوانب هنا في جوانب اللي هو في تنظيف ذاتي للدهون، الدهون بتلتصق فيها وسهل جدا ان انا امسحها بطريقة سهلة جدا، بحيث يرجع لي فرن البوتاجاز زي اول استخدام. ودي الشاشة الخاصة بالبوتاجاز. طبعا لما اجي اظبط التايمر لازم اظبط ساعة الفرن بتاعي عشان الفرن يشتغل معايا مظبوط، يعني حسب الوقت بتاعي انا بظبط الساعة على نفس ساعتي بتاعت البيت، واقدر استخدم الفرن بطريقة سليمة جدا. هلاقي هنا بس عشان الشاشة مش واضح قوي، هنا ظبط درجة الحرارة، وهنا الاشعال الذاتي، وهنا اللمبة والشواية، وهنا تشغيل المروحة. البوتاجاز بشكل عام من تحفة جدا، ومن الاختيارات المفضلة جدا في الشراء، شكله شيك قوي. سعره التقريبي حوالي 8400 جنيه، يستحق المبلغ بتاعه. البوتاجاز متكلف وتقفيله كويس جدا.
طبعا ابعاد البوتاجاز بتكون 60 في 60 في ارتفاع 60 في 90 في ارتفاع 85. مرة تانية ده شكل العيون، زي ما احنا شايفين كلها نحاس اهي، ومكتوب عليها سباف صناعة ايطالي. ويعتبر من افضل البوتاجازات في الفئة السعرية العالية حوالي 8000 جنيه، يعتبر من افضلهم في الشراء. ودي كده كانت نبذة سريعة عن بوتاجاز فريش مدينة، واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. لو اول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك كل حاجة جديدة.